مشاهدينا الكرام متتبعين قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة معكم من عاصمة الانوار الرباط. واخا ان الجو تشوفوه اخوتي المغاربة انه صافي الا انه بارد صقيع، برد يا خويا. صباح الجمعة، على العموم جمعة مباركة عليكم اخوتي المغاربة، ندخل عليكم بالصحة والعافية والكرامة. ان شاء الله الجو بارد هنا بعاصمة الأنوار صقيع. الجو بارد لحد درجة لا توصف. هاد الجو هذا مع تحيد البرد هذا وهاد الصقيع، الا شي شتيوة شي رحمة الله من عند ربي من عنده، اكيد على انها عتحيد هاد الصقيع. صراحة بارد في السيارات، يعني الضباب عليها من تبين على انه واخا الجو تيبان صافي لانها برودة، واحد الحد ديال البرودة صحيحة بزاف، كثيرة كثيرة بزاف خوتي المغاربة. يعني برودة حقيقية، كاين البرد الله، زعما كاين واحد الريحة، هاد الريح ما تتحيدو غير الشتا، إلا صبت الشتا أكيد الريح ما يبقاش، وهاد البرد ما يبقاش. يعني بكل أمانة كي تنقولو الله يعين الشتا على قد المدفع يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كل امان الله يعطينا الشتاء على قد المدفع، لان نحن في حاجه الى القليل من المطر، قليل منه فيه به منافع كثيره، وكثير منه الله يعطينا. علاش تقول الله يعطينا الشتاء على قد المدفع؟ يعني الحمد لله خوتي المغاربه، يعني غير تصب الشبدا شويه الشتا اللي صبات راه بعدا عتقات شويه، لكن راه مازال محتاجين الشتيوا. مازال ان شاء الله شهر 12 مازال شهر 1 شهر 2، يعني نتمنوا على ان الشتا يعني تدارك ما يمكن تداركه. الان احنا على مستوى حي التقدم، اكيد اكيد واكيد جدا اللي كيجيو لعاصمة الانوار الرباط انهم تيجيو لهذا الحي، حي التقدم. قرب المقاطعة
كي هذا الشارع هذا الشارع ديال التقدم يعني راه ما تيحبش من السيركولاسيون. السيركولاسيون تلقاها يعني 24 ساعة 24 ساعة وبالليل بالليل وتلقى ان هذا الشارع شارع حيوي شارع حركي بزاف 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 مشاهدينا الكرام. انا كنت نشوف بعض الارقام ديال السيارات اغلبيه يعني برانيين كنت يقولوا يعني خارج مدينه الرباط خارج مدينه الرباط يعني هاد السيارات اكيد جاوا عن طريق لان كاين جوج طرقان ديال الطروس اللي كدوز على السلاجه الجديده الطريق اللي كدوز على تكنوبوليس هي تخرج لهاد المنطقه هذه فأكيد لأنه كيجيو الناس من مختلف المدن المغربية فهمتي فهمتو خوتي هنا كي تشوفوا مشاهدينا الكرام اجواء جميله في عاصمه الانوار الرباط يعني عاصمه المملكه المغربيه اجواء اكثر من رائعه هاي الوحدة اللي غنقولو الله يعطينا الشعلقة في هادشي اللي نقدر نقولو لأننا في حاجة ماسة لا الفلاح البسيط ولا كلشي لا العباد لا كلشي في حاجة ماسة شي شتيوة اللي تكون يعني كنت نقولو بردا وسلامة على الجميع الله يعطينا الشعلقة نفع قولوا آمين بغيت كلشي يقول آمين في هاد البث المباشر خوتي المغاربة أينما كنتم تشاهدوننا على قناة الشعب قناة شوف تي في بتقنية مباشرة يعني مشاهدينا الكرام حقيقة الكيلات واحد يتكبط شي تنقول لكم عارف واش نقول انه والله الا البرد الناس بعدا نتوما في المدن ديالكم واش كاين شي برد ولا والو أجوبونا واش كاين شي برد أو لا والو مشاهدينا الكرام جمعة مباركة كاين شي كسكسو ولا والو على العموم نتمنوا هذا النهار يدوز عندكم كأجمل أيام الأسبوع فهو عيد المؤمنين على أمل اللقاء بكم بث مباشر من حي التقدم في عاصمة الأنوار الرباط نقول لكم يعاون ربي الله يعاونكم نهاركم مبروك خوتي المغاربة العزاز وتكبطوا مزيان راه كاين البرد والله إلا كاين البرد